بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة كده. بقى يا جماعة وصلنا الشقة بتاعة النهاردة. اول ما بندخل كده بنقول طبعا زي ما تعودنا بسم الله ما شاء الله. الشقه يا جماعه مساحتها اجمالي مساحه 314 متر، دورين يا جماعه، الدور ده اللي هو الدور الثالث ومعانا الروف. مساحه كل دور 157 متر. اول ما بندخل كده هنا بيجي لنا المطبخ، دي هنا كده يا جماعه المطبخ. الشقة طبعا نص تشطيب وتأسيس كهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا المطبخ ممكن تفتحه امريكان من هنا وممكن تسيبه مقفول زي ما تحب. اول ما بندخل هنا كده برضو بيجي لنا الريسبشن، ده ريسبشن ما شاء الله يا جماعة، عرض ريسبشن تقريبا 4.5 او 5 تقريبا. طبعا في الطول بتاعه حوالي 12 متر. هنا كده بتجيلنا طرقة التوزيع اللي بتوديني على الغرف والاثنين حمام، لان عندي حمام في غرفة ماستر. وهنا طبعا الانتركم. تعالوا بقى نشوف الفيو بتاع الشقة. الشقة يا جماعة ناصية، بتبص على الشارع الرئيسي وبتبص من جوه على الكومباوند. ده هنا كده اهو يا جماعة الشارع الرئيسي اللي بره. طبعا دي بتبقى من اجمل الحاجات اللي في الشقق، ان ما بيكونش قدامك جار، مفيش حد جرحك من قدامك، تبقى قاعد براحتك مفيش حد جرحك. ده كده ما شاء الله يا جماعه الطريق. طبعا تحت هنا ده السور بتاع الكومباوند اهو اللي هو على الطريق. وهنا دي بوابه من ضمن البوابات. طبعا الكومباوند ليه كذا بوابه، دي احد البوابات. يلا نرجع نشوف باقي الشقه. طبعا مش هذكر حضراتكم يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نيجي هنا بقى كده يا جماعه على طرقه التوزيع. هنا كده على الشمال بتجي لنا غرفتين والحمام الرئيسي، وعلى اليمين بتجي لنا الغرفه الماستر بحمام. تعالوا نشوف الغرفه الماستر الاول. دي كده الغرفة الماستر اهي يا جماعة. دي الغرفة بتبص على الكومباوند نفسه من جوه. هوريه برضو لحضراتكم دلوقتي. تعالوا الأول نشوف الحمام بتاع الغرفة الماستر. ده الحمام أهو. حمام مساحته حلوة. نشوف من هنا برضو الفيو من الشباك ده. ده بيبص يا جماعة جوه على الكومباوند نفسه من جوه. من هنا كده برضو شايف الطريق معانا. ما شاء الله يا جماعه من اجمل الحاجات في الشقه دي ان هي واخده ناصيه، كلها بتبص على الشارع، يعني انت عندك التهويه والشمس من كل مكان ما شاء الله. دي حاجه بتبقى صحيه جدا بالذات كمان على الاطفال اللي لسه مولودين او الاطفال الصغيرين. ده هنا كده يا جماعه الحمام الكبير، مساحته حلوه ما شاء الله. برضه بيبص هنا يا جماعه على الكومباوند نفسه من جوه اهو، وشايف برضه معانا الطريق. المساحه بتاعت الحمام حلوه جدا يا جماعه، بحيث ان انت تقدر تعمل بانيو وتقدر تعمل كابينه شاور، والمساحه مرتاحه جدا معاك. ده كده الحمام الكبير. بعد كده نشوف الغرفه الثانيه. الغرفه الثانيه دي يا جماعه فيها بلكونه، يعني الشقه دي فيها اثنين بلكونه، ودي تعتبر الغرفة الصغيرة، دي أصغر غرفة فيهم. ده برضو الفيو منها أهو، ده الشباك. تعالوا نشوف الفيو من البلكونة، هيبقى واضح معانا أكتر كمان. دي كده يا جماعة البلكونة دي تعتبر في الناصية، شايفة الجنبين، شايفة الشارع، وفي نفس الوقت شايفة معايا الكومباوند من جوه. دي كده الغرفة الثانية.
بعد كده نخش على الغرفة الثالثة. دي الغرفة الثالثة اهي يا جماعة. الشقة طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده خلصانة، محارة وتأسيس كهرباء. دي برضو الغرفة دي اهي بتبص برضو على الشارع الرئيسي. ما شاء الله يا جماعة موقعها حلو جدا. طبعا يا جماعة احب اكد على نقطة اللي هي موضوع التعليقات. اي حد يا جماعة عنده تعليق يتفضل يكتبه تحت، واي حد عنده برضو نقد يتفضل ينقد، مفيش اي مشكلة طالما بينقد باسلوب كويس وبينقد نقد بناء. اهلا وسهلا بيك، وبنرحب باي افكار جديدة تتكتب لنا تحت. يعني اكتب لي مثلا في التعليقات والله المفروض ان احنا نعمل كذا، او المفروض التصوير بعد كده يبقى كذا، او عايزين حضرتك توضح لنا كذا. الافكار الجديدة يا جماعة انا برحب بيها جدا، بتبسط جدا لما حد يديني فكرة حلوة. يعني اللي احنا المجهود اللي احنا بنعمله ده كله انتوا اللي بنيتوه مش انا. يعني انا باخد الافكار منكم وبنفذ زي ما حضراتكم عايزين. فلو حد عنده اي فكرة او عنده اي رأي يتفضل يكتبه تحت. دي كده يا جماعة الشقة بتاعت النهاردة. تعالوا بقى نطلع فوق الروف ونشوف بقية الشقة. كده بقى يا جماعة وصلنا الروف اللي هو تبع الشقة بتاعت النهاردة. ده كده الروف اهو يا جماعة. برضو نفس المساحة بتاعت الشقة اللي هي 314 متر. ده كده يا جماعة اهو ما شاء الله معايا الروف مفتوح. وفي معايا برضو هنا الغرفة دي. دي غرفة كده ماستر بحمام. الغرفة دي مساحتها 32 متر. طبعا من ال 314 اللي هم بتوع الايه؟ بتوع المساحة بتاعت الروف. المساحة الإجمالية يعني. اللي هو ال 158، يعني أنا عندي كل شقة 158، ال 32 دول من ال 158 بتوع الروف. ده كده يا جماعة الروف أهو. أوري لحضراتكم برضو الفيو منه. وهوضح لحضراتكم برضو بعض النقاط. أهو ده يا جماعة الطريق أهو. شقة ناصية زي ما حضراتكم عارفين. طبعا برضو للتوضيح هنا ملكش طبعا انك تبني على الروف، ولكن ليك انك تعمل برجولة. تعالوا بقى نروح نشوف الجراج ونشوف الواجهة والمدخل بتوع العمارة، وبعد كده نقول البيانات كلها مرة واحدة. هنا كده يا جماعة الجراج، لان الشقة بتاعت النهاردة ليها حصة في الجراج. بتخرج من الاسانسير هنا بينزلك على الجراج، تنزل تركب عربيتك وتتوكل على الله. ده كده الجراج اهو يا جماعه. الشقه ليها حصه في الجراج. الجراج عباره عن دي كده النزله، النزله بتاعه الجراج، وهنا كده الطلعه بتاعه الجراج اهو يا جماعه. ده الجراج اهو، ليك حصه في الجراج. وكل شقه مكتوب قصادها الرقم بتاعها. يعني انت لو شقتك مثلا رقم 12 ده مكان عربيتك، 13 ده رقم عربيتك، وهكذا. ده كده يا جماعه الجراج اهو. تعالوا بقى نخرج من هنا ونشوف بيدخلني على ايه في الكومباوند. ده كده يا جماعه اهو الجراج بيخرج معايا على الكومباوند من بره، من جوه. ده كده اهو يا جماعه. هنا كده برضو دي كده العمارة بتاعتنا اهي. دي شكل العمارة من برة. طبعا احنا الشقة بتاعتنا بتبص على الطريق من برة، يعني من الناحية التانية. ولكن هنا بوري لحضراتكم المدخل بتاعها. تعالوا برضو نشوف المدخل وشياكته. ده كده المدخل اهو يا جماعة. نخش كده عندنا دي طبعا الارضية بتاعتنا. السلالم دي يا جماعة سلالم رخام في جرانيت. ده الباب للوميتال. ده كده يا جماعة شكل المدخل اهو. بعد ما بندخل كده بيجي لنا الاسانسير بتاعنا. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية بسرعة. الشقة النهاردة يا جماعة شقة ومعاها روف. المساحة الشقة 157 والروف برضو 157.
يعني اجمالي مساحة 314 متر. في عندنا الدور اللي هو الثالث اللي هو المبني ده 3 غرف ورسبشن ومطبخ واثنين حمام وبلكونة واثنين بلكونة. في عندنا عداد كهرباء بالنسبة للغاز على باب الشقة، بالنسبة للمية مشترك مع العمارة. طبعا الشقة جماعة مدفوع لها كامل وديعة الصيانة، مفيش عليها اي حاجة. طبعا عندنا حصة في الجراج العربية، وطبعا الشقة ليها حصة في الارض. عنوانها 6 اكتوبر كومباوند فاميلي لاند. سعر المتر 9000 جنيه في اجمالي مساحة 314، يعني بيديني اجمالي 2,826,000 بالظبط. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.